حمدي الهوني النهارده اكرم توفيق من وجهه نظرك رايك فيه موته، وهل هو حمدي الهوني يعني كان بالنسبه لنا شيء بالنسبه لفريق الترجي هو الاقوى او الافضل لاعبين؟ هو اخطر واحد يعني، هو اخطر واحد في ماتشين الزمالك. طبعا فلما جه النهارده اكرم النهارده كلو خلاه النهارده يعني ممكن بعد كده يفسخوا العقد مع يعني حتى لو في النادي الاهلي بيفكروا ان يجيبوه، لا النهارده اكرم بصراحه تفوق عليه في الانقضاض في الالتحامات في الكوره، كل ما يجي يرقص يحطه في ظهره وياخدها منه. لا النهارده بصراحه اكرم عامل مباراه كبيره. وبعدين المشكله كمان يعني النادي الاهلي محظوظ لان الترجي وحش جدا جدا ما يخوفش، يعني هم كانوا عايشين دايما على الفاولات والقرانل والضربات الثابته، حتى دلوقتي بينفذوها مش كويس. يعني بدون ما اخدك لماتش النهارده، بس هو كان واضح جدا من ماتش الزمالك يعني ان الترجي فريق يعني كل احترام ليه كفريق كبير، لكن في ماتش الزمالك كان الزمالك كان ممكن بمنتهى السهوله يكسب، لكن هو يكسب بس هم رايحين. بص لعيبه الزمالك رايحين نزهه، رايحين يتخانقوا وهيمشوا اشرف قاسم وهيجيبوا فلان، يعني مش في دماغهم كان في الوقت ده. مش في دماغهم. ما اشرف قاسم جه من بعد الماتش ده مشي مشي، وبرضو اللعيبه يعني برضو جايين يعني هم سبب الخراب، وجايين برضو عايزين فلوسهم ومستحقاتهم. يا جدعان اتكسفوا على ده، ما تشوفوا لعيبه الاهلي بياخدوا. لا سمعنا مره فلان طلع وقال لك انا الضرايب بتاعتي، طب السكن بتاعي، وده فضايح يا عم فاروق. دول بيكسبوا عشان كده ربنا بيديهم، بكلمك بمنتهى الامانه والله. دولت بيكسبوا تبص تلاقيه يقول لك انا عايز افريقيا اللي جاي، مش هنام عليها بقى 3 4 سنين، لا انا عايز افريقيا اللي جاي، عايز الدوري، عايز الكاس، اي بطوله. انت عارف لو دوره رمضانيه برضه هياخدوها والله العظيم، لان هي طبعا احنا رحنا كان كده واللي قبلينا كانوا كده واللي بعدينا كانوا كده، بس انا عايز اقول وبعد ما بنبطل برضه كابتن بناخد في منافسه رهيبه في الماتشات. في الماتشات والله احنا لازم نكسب من الجامعه يا جماعه. لا وخلاص بتبقى عاده خلاص. انت ما بتحبش تخسر في اي حاجه. فانا بقول لك يعني امتى لعيبه الزمالك بقى تحس بالكلام ده؟ يعني مثلا بعد البطوله اللي فاتت دي النادي الاهلي لو ما خدهاش انت هتعذره، هتقول بقى لا ده بيقاتل. وانت عارف في ماتش المريخ خسران 2-0 وضربه جزاء ضايعه وبيقاتل، فعشان كده ربنا المريخ السوداني اللي كان هناك تمام اتعادلوا 2-2 ودخل. صح الماتش ده كان صعب وماتش وعشان تحول. ده نقطه تحول ان هو هياخد البطوله. انما لعيبه الزمالك انا مش عارف امتى هيحسوا يعني ويقدروا الجماهير بتاعتهم. يعني احنا كنا ممكن نلاقي الزمالك هو اللي بيلعب الاهلي النهارده. نتمنى، انت عارف لو كل سنه نتمنى ان هم مين ياخدها مش مشكله. والله العظيم مش مشكله. كان هيبقى يوم حلو. لا انت عارف عيد. وانت لما تكون افريقيا كلها والعالم كله بيبص عليك في ماتش زي ده، ده مش نجاح لينا. صحيح. وده حتى كمان بيخلي الكره عندنا بترتفع. انما الاهلي هو اللي بيلعب والزمالك بيخرج ومش عارف بيراميدز بيخرج. ما احنا شفنا الفرقه في افريقيا اقسم بالله بيشحطوا كوره. يعني المفروض اهلي والزمالك دول في النهائي على طول، وبيراميدز اللي جاي من وراهم يعني. يعني دولت على طول في النهائيات المفروض كده بالامكانيات دي. انما هتقول ايه بقى وتعيد ايه ويقول لك اتبرع، اتبرع للعيب. قلت خلاص انت هتخش النار. هذا طبعا ربنا حاسبني. بس هي جت هنا اقول لك فاروق الاستمراريه. ده اهم شيء. الاستمراريه بتيجي مش من اللعيبه لوحدها، الاستقرار الاداري. الاستقرار الاداري انا ببقى جاي وداخل وعارف الامور اللي فيها النادي ايه، وايه اللعيب اللي انا عايزه، والمدير الفني ده طموحه ايه، بقعد معاه مره واتنين. لا فجاه بيلاقي نفسه مع رئيس نادي، وبعد شهر مع واحد تاني. هيجي استقرار. لا غير كده. بس هي كابتن شادي برضه عشان نبقى متفقين، ايا كان كان لازم فكره المؤسسه متواجده. هو نادي الزمالك مؤسسه كبيره، المؤسسيه مين يجي مين يجي في سيستم محطوط بالظبط كده. ده اللي انا عايز كل الناس اقول عليها. خروج نادي الزمالك جنب مباراه السنغال هناك اسهل مباراه، ضيعوا اكتر من 20 والجزائر هنا ماتش والجزائر هنا. المباراتين دول اكتر من كل ماتش والترجي اللي هنا فرصة. والترجي انت لو تعادلت كنت وصلت بالظبط مش تخسر بالظبط. فانا عايز اقول ان انت مثلا وانت داخل النادي الاهلي، عشان بس الناس ما تفكرش ان احنا بنطبل والكلام ده، لا دي حقيقه احنا عشناها ولمسناها. وانا بالذات عشتها. يعني انا مثلا كنا نلعب الماتش في نادي الزمالك، بنكسب وعايزين نكسب، كان جيلنا كده عايز يكسب وياخد بطوله، واخد بالك؟ بس يعني اهم حاجه كان عندنا الاداء.
فكان جمهورك مثلا كنا نتعادل مع المنيا ولا نخسر نتعادل مع الترسانة كان يخرج مبسوط قوي، بس عشان الأداء كان كويس قوي وممكن تكسب والأداء ما كانش كويس، فدي كانت ميزة في إيه في جماهير الزمالك. إنما في النادي الأهلي من أول ما تخش تلاقي السايس يكلمك ويقول لك البطولة الدوري يا كابتن. أنا عايز أقول لك إن الشناوي بعد الماتش القنوات التلفزيونية داخلة لهم لا إحنا ما كسبناش أصلاً، اطلعوا بره قناة الأهلي صح. بس هي اللي هتسجل. أيوة عشان يركز لأن في ماتش تاني صحيح. أنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل الماتش اللي جاي. صحيح. برضه أنا كابتن قبل ما أروح لشادي أسألك أسامي النهاردة كويس ولا مش كويس؟ التغييرة بتاعت لا مش جاب تغييرة توتال فك التشكيلة تعامل مع المباراة هو تعامل مع المباراة يعني على قد لحافك مد رجليك ازاي ان انا بلاعب الترجي فاحترمه كويس قوي وبيلعب عشان ما اخشش في جون بدليل ان هو لو كانت معاهم في الماتش انا بقول لك يكسب 2-3 لو طمع في الماتش واخد بالك، ما كانش حط حمدي فتحي ده لورا كان حط حد قدامه يسيبك من قفش اي حد تاني كان لعب بحسين الشحات طاهر محمد طاهر كهرب اي حد انت واخد بالك بدل ما تحط ده بين المساكين وبين الاثنين الديفندرات كنت حطيته لقدام ده لو انا عايز مثلا ان انا بس هو قال لك ايه انا اهم حاجه ما اخش فيها جون دي رقم واحد جبت جون كان بها ما جبتش يبقى انا ايه ماشي كده بس في يوم من الايام بقى كابتن رضا ان شاء الله كده تعترفني الموسمين والله العظيم انا بص انا هو عمل حاجه حلوه النهارده انا قلت لك ايه انا عجبتني التغييره بتاعت قفشه وكمان لما قفشه نزل وكان فايق فدي فرقت كتير ما ممكن قفشه بعد الاصابه ممكن قفشه يكون بيلعب من الاول كان هيبقى ايه جديد ما هو قفشه بيلعب في كل مباريات موسيماني من الاول لا ماشي بس ما بيعجبكش برضه موسيماني لا معلش بس هو اصل انت عندك لعيبه النادي الاهلي دي انت عندك احسن كواليتي موجود في افريقيا ما تقوليش بقى يعني انت النهارده مثلا علي معلول لما غاب حسيت بيه نتكلم بصراحه لا حسيت بيه لا انت لما بيكون واحد في اي نادي تاني هيتوقف ولا مصاب بيقعدوا يكاكوا واحنا عندنا فلان ويفضل يقول لك فلان ده في كل حاجه ويطلع يعني هو سبب الهزيمه وسبب ضياع الدوري وسبب ضياع افريقيا انما في النادي الاهلي دي معروفه ويمكن اللي جه ونمى الحته دي قوي ويمكن نماها كمان عند المدربين سيبك كمان بقى من الناس اللي بتتفرج لا المدربين فايلر لما جه السنه اللي فاتت وعمل الطفره دي عمل فرقه كويسه طبعا لا في البدايه وفي بص والله يا فاروق هو كان محسس كل اللعيبه ان في قلق ممكن تلعب وممكن ما تلعبش فعشان كده خد منهم افضل يا راجل الدور الاولاني منتهي واخد الدوري انت ما حسيتش مره ان لعيبه الاهلي مرهقه ما حسيتش مرة إن كان واحد على الحجر ما حسيتش مرة إن في نجم النجوم موجود أجاي كان بيقعد ورمضان صبحي كان بيقعد وفلان صح. مع إن ما كانش عنده برضو القماشة دي يعني أنت عندك محمد شريف أو ما بقتش بنفس التوليفة لا محمد شريف لوحده نص فرقة ما شاء الله واخد بالك صحيح قفش السنة اللي فاتت ممكن ما يكونش لسه كان اندمج قوي وانسجم قوي بقى المعلم فعبال ما خد حتة المعلمة دي السنة دي ففرق كتير لو كان مع فايلر برضو كان هتفرق أكتر وأكتر يعني اتفضل يا شادي طيب